غبي، ازاي تسيبها تمشي؟ اكيد لما سبتها تمشي حست ان انت كمان بايعها. داخل مالك؟ مفيش حاجة. مفيش حاجة ايه؟ انا معرفكش، انا بعرف انك زعلان من نبرة صوتك. ده ايه الاهتمام المفاجئ ده؟ طول عمرك كده، لما بتبقى عايز حاجة وما بتعرفش تجيبها بتبقى عامل كده بالظبط، يا اما بتجيلي وانا بتصرف اجيبها لك. عايز تعرف ايه يا حازم؟ عايز اعرف ايه اللي مضايقك. مش قادر اسامح نفسي اني سبت مالك تمشي. ويا مالك مشيت ليه؟ انا قلت لماما اني عايز اتجوز مالك. وطبعا ماما رفضت. رفضت بس؟ قعدت تقول كلام كتير قوي على مالك، انا ما تخيلتش ان ماما تقول كده. المشكله مش في كده، المشكلة إن مالك سمعتها. طبعاً ضايق جداً. لما اتشطت في هدومها وقالت لي محتاجة تروح تقعد في أوتيل كام يوم لحد ما تهدي أعصابها. حاولت أمسك فيها ما عرفتش. المشكلة بقى إني عرفت إنها طلعت على لبنان. وأنت بتحبها خلي؟ تخيل يا حازم، طلعت الفترة دي كلها بحب مالك وأنا مش حاسس. ايوه بس اشمعنى مالك يعني؟ ايه اشمعنى مالك؟ مالك بتقولها وانت متضايق كده؟ انا مش متضايق، انا مستغرب بس. مستغرب اني بحب؟ لا يا سيدي، حب براحتك. بس انت بقالك فترة طويلة قوي قافل من الستات ومش طايقهم. ايه؟ مالك فكت العقدة ولا ايه؟ مالها مالك؟ مفيش بصراحة، متعجبنيش. عارف ليه مالك ما بتعجبكش؟ ليه؟ عشان مالك شخصية سوية. قصدك سلبية؟ طول عمرك كده، أي حد كويس يعدي من جنبك مش عايز تعرفه وتقول عليه سلبي. يا عم خالد، مالك داخل فيها شمال ليه؟ يا عم أنا مش داخل فيك شمال ولا حاجة، ده أنا أكتر بني آدم مديلك إيده وأنت اللي بترفض تحط إيدك في إيدي. أمال أنا بعمل إيه دلوقتي؟ ما أنا بمد إيدي في إيدك أهو وأنت اللي بترفض. فيها حازم؟ أنا ابتديت أحس إنك مش طايقني عشان أنا أخوك المحترم الكويس. ده على أساس إيه؟ إنك ملاك ما بتغلطش يعني ولا إيه؟ لا يا سيدي مش ملاك، أنا ليا أخطاء زي أي بني آدم تاني. طب ما تعترف بأخطائك. أعترف لك أنت؟ ليه إن شاء الله؟ هتحاسبني ولا إيه؟ لا مش هحاسبك. خالد، هو أنت غلطان في حقي في حاجة؟ أنا اللي غلطان في حقك؟ ليه يا حازم؟ وأنا اللي حاولت أسرق أخويا وبيساعدني أرجع مراتي المخطوفة؟ وانت كل شويه تقعد ترجع لورا؟ سؤالي واضح، انت مخبي عليا حاجه يا خالد؟ اخبي عليك ايه وليه اخبي عليك؟